أهلا بكم إلى أهم أخبار ليبيا، وهذه عناوينها: تسيير دوريات جنوب مصراتة وتدشين نقاط تفتيش في دوفان، افتتاح سوق الفندق الكبير في بنغازي بعد إعادة تجديدها، وتحضيرات لانطلاق ملتقى مخاتير ليبيا لعام 2023. أعلنت وزارة الداخلية بحكومة لدبيبة أن إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية سيرت عدداً من الدوريات جنوب مصراتة، وذلك لفرض الأمن وضبط المخالفين من خلال إنشاء نقاط تفتيش في منطقة دوفان. داهمت إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الوسطى في الإدارة العامة للعمليات الأمنية مواقع داخل مدينة مصراتة تستخدم في بيع المواشي والحيوانات النافقة لبعض المحال والأشخاص، وذلك بناء على تعليمات رئيس نيابة مصراتة، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة المختصة. أعلنت مديرية أمن بنغازي افتتاح سوق الخضار الكبير في بنغازي بعد إعادة تجديدها، وقالت البلدية إنه تمت إعادة إعمار مرافق السوق على نحو عصري يتلائم مع الحركة العمرانية التي تشهدها المدينة. قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى ليبيا إن الاحتياطي الأجنبي في ليبيا وصل إلى 82 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مؤكداً أن التوقعات تشير إلى نمو اقتصاد البلاد نحو 19% في العام الحالي، موضحاً أن إنتاج النفط والغاز هو الذي يحدد نمو الناتج المحلي الإجمالي. عقد نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية أيمن بالقاسم اجتماعاً تحضيرياً لملتقى مخاتير ليبيا لعام 2023 المزمع عقده في 17 من الشهر الجاري، واستعرض الاجتماع آخر المستجدات بشأن التحضيرات وما توصلت إليه اللجان المختصة في العمل والتحضير والتنسيق. تأهل المنتخب الليبي لكرة الصالات إلى ربع نهائي كأس العرب لكرة الصالات، وذلك بعد فوزه على نظيره السعودي بنتيجة 5-3 ضمن حساب الجولة الثالثة للمجموعة الأولى. نهاية النشرة، إلى اللقاء.